عبد الله عوض شادي بله لحج كما كان يلقب، نجم من نجوم الزمن الجميل. ترك الفن من أجل الرياضة وكرة القدم فأبدع فيها، وها هو يتركنا ويترك هذا العالم تاركا خلفه إرثا كرويا لا يمكن نسيانه. أن يطلق عليه لقب بيليه لحج في وسط جيل متميز لديه كل ما يخص كرة القدم، فإن ذلك شيء كبير. ذاك هو الكابتن عبد الله عوض شادي الذي صال وجال وتفنن في الملاعب وقدم الإبهار وأوجع الحراس وهز شباكهم. لماذا سمي بيليه لحج؟ فهذه لها حكاية طويلة، وهو عندما لعب فريق اتحاد الريف اللحجي في عدن أمام فريق الجزيرة، وهدف عبد الله الشاذي 3 أهداف، أحرز 3 أهداف في مرمى الجزيرة، وكان حاضرا في ذلك الوقت شيخ الرياضيين الراحل محمد عبد الله فارع الذي أطلق عليه لقب بيليه لحج نسبة إلى اللقب العالمي لبيليه البرازيل. وفعلا كان بيليه لحج في محل هذا التصنيف، حيث واصل نشاطه الرياضي وحقق العديد من الإنجازات على مدى سنوات عديدة، وشارك مع منتخب سلطنة لحج في جمهورية مصر العربية في 1966، ولعب أمام الفريق السوداني المريخ، وقدم لعبا جميلا في تلك المباراة وحال على الإعجاب من الكثيرين. عقدة لحج أكبر شخصية وأكبر عمالقة الكرة اليمنية في الجمهورية في العصر الذهبي، بفقدان المرحوم عبد الله عوشادي أحد عمالقة الكرة. هذه الشخصية الرياضية التي ألهمت نفسها في الرياضة وسطرت ماء من ذهب باسم، ورفعت اسم لحج في المحافل المحلية والمحافل الدولية. أنا كنت أشاهد المباريات مع فريق الاتحاد اللحجي، وكنت من أشد المعجبين، وكنت أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ألتحق باللعب مع بيليه لحج، وشاهدت الأقدار وبعد الدمج الاتحاد والأهلي باسم الطليعة. كان لي شرف المشاركة في أول مباراة لي مع الفريق الممتاز في يوم التكريم واعتزاله من اللعب أمام فريق الصمود على ملعب سيد معاوية. استعانت به العديد من الفرق اللحجية والعدنية ومن تعز وفي صنعاء ولعب، وقدمت له عروض أيضا من المملكة العربية السعودية ومن غيرها ليكون معهم، ولكنه أبى إلا أن يكون نشيطا وعنصرا مفيدا في الجانب الرياضي لوطنه. في صفوف نادي الاتحاد بلحج ابتدأت حكاية عبد الله عوض شادي وهو لم يتجاوز 8 أعوام، وبالتحديد في عام 1953 ميلادي، ليتألق في عالم المستديرة ويصبح أحد أشهر لاعبي الكرة اللحجية سواء على صعيد النادي أو المنتخب، ويحفر اسمه في قلوب محبيه بأحرف من نور مع نجوم ذلك الزمن الجميل مثل فضل محسن النجار، حمدين محمد صالح، أحمد علي مفتاح، عبد الحميد عبد المجيد فضل، محمد عبد الرزاق شوكرة، محمود محمد العبدي، وغيرهم من القائمة الطويلة. نجم فقدته الحركة الرياضية في عموم اليمن وبالذات في لحج، ومن مصر العربية الدولة التي احتضنت الرياضة والفن والإبداع وشجعت العديد من المبدعين من كافة أبناء الأمة العربية وأبرزهم من أبناء اليمن، وكان النجم علي محسن المريسي يشكل علامة بارزة في تاريخ الكرة المصرية واليمنية. يسعدني الحديث في هذا الجانب رابطاً ذلك بفقدان نجمنا الكروي الكابتن الراحل بيليه لحج عبد الله عوشاري، الذي كان معجبا بنادي الزمالك ومعجبا بعلي محسن المريسي، وصار بعد ذلك نجما
منذ نعومة الله فرتا تدرب على الكرة ولأخفيكم سرا أيضا بأنه كان فنانا وتتلمذ على يد فضل محمد اللحجي ولحله أغنية، ولكن لشغفه بالرياضة نصحه فضل محمد اللحجي بأن يتجه إلى كرة القدم حتى يصير له شأن، وفعلا صار له شأنا ولعب مع فريق الاتحاد اللحجي في بداية الستينات بعد أن تدرب وتشرب الكرة في الحارات في لحج وغيرها، وكانت نشأته أيضا في لحج وشجعوا الكثيرون على ذلك. عبد الله عوض الشاذي له منزلة كبيرة في نفوسنا وفي نفسي أنا بالأخص، لأنه كنت لاعب معه وكان ينصحني في كل مباراة، وطبعا أيضا كمان جاري أنا وياته في حي واحد، ونفقد كثيرا لأخلاقه الطيبة وسلوكه الطيب. وعبد الله عشاذي معروف على مستوى اليمن بأن أخلاق عالية وإذن وصفات حميدة وجميلة. اعتزل في بداية التسعينات التي ظهر فيها العديد ظهرت فيها العديد من البطولات الرياضية، وظهرت التكنولوجيا والتحديث في هذا الجانب، وهو قد بدأ يعتزل الرياضة وانتقل إلى أن يكون مدربا، وفعلا تدرب وتتلمذ على يديه الكثير من الموهوبين في الجانب الرياضي. فقدت لحج أحسن لاعب وهو عبد الله عوشاذي ملقب بيليه، كان لاعب يتمتع بأخلاق عالية ولاعب فنان وعمره ما عاكس أي إنسان داخل الملعب. توفي عبد الله عوشاذي بعد إصابته بوعكة صحية طال مداها ولم تلتفت إليه الجهات الخاصة والجهات العامة، ولديه أبناء، نأمل من الجهات العامة والخاصة أيضا أن توليها كل الاهتمام والرعاية. نتوسل إلى أرحم الراحمين بأن يتقبله بواسع رحمته ويغفر له ذنبه ويسكن فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون. تعازينا لأسرة الفقيد وأهله وأصدقائه وجميع يعني بل لحق عامة بفقدانها هذه الشخصية الرياضية الفردة، ونقول إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد مشوار طويل من التألق في عالم المستديرة، أنا لبيليه لحج الكابتن عبد الله عوض شادي، ولهذا المحارب أن يرتاح ليختاره الله إلى جواره في الأسبوع الماضي في اليوم 5 من شهر يوليو عام 2023، وبوفاته تكون لحج خاصة واليمن عامة قد خسرت أحد النجوم البارزين، والذي ستظل ذكرى خالدة تتناقله الأجيال جيل بعد جيل.